عليكم، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. توحشتكم بزاف بزاف بزاف، ما عرفتش نتوما واش توحشتوني ولا لا، المهم انا توحشتكم قد هكا. سمحوا لي على هذه الغبره الطويله، هذه الغيبه الطويله اللي غبت عليكم، ففقط لاسباب ديال الدراسه ديال القرايه والستريس والمدرسه. المهم البنات اللي متابعيني على الفيسبوك راكم كتشوفوني درت تقريبا هاد الاسبوع الاخير جوج مرات اللايف ملي كنت غاديه في الطريق. المهم رانا كنشارك معكم بعض اليوميات ملي كيكون عندي الوقت ولا ملي تكون عندي الانترنت ديال الزنقه، ما تكونش عندي دائما لان انا كنحرق الليميت. المهم غير مساله ديال الوقت وصافي، ان شاء الله راه قريبه العطله تجي، عندنا شويه ديال الستريس على حساب تحضير الامتحانات، وان شاء الله نكون معكم في حضور اكثر على اليوتيوب وكذلك على الفيسبوك. المهم الغزالات ديالي اليوم غادي نوريكم الوصفه اللي موعدكم بها على حسب البقع الداكنه واثار الحبوب. فانا سبق وشاركت معكم وصفه الكلف وسبق وشاركت معكم وصفه كذلك للبقع الداكنه اللي درت فيها الخرقوم ودرت فيها بعض انواع الخضر، واليوم غادي نوريكم وصفه فعاله جدا اللي فيها احماض اللي كتساعدنا باش نتخلصوا ونفتحوا البقع الداكنه اللي تتكون اما اسبابها اثار ديال الحبوب او كذلك تتكون اسبابها العرضه الكثيره لاشعه الشمس. ما كنهضرش على الحروق ديال اشعه الشمس، فالحروق ديال اشعه الشمس ما كنصحش شي بنت تكون حارقه الشمس ودير وصفات سواء طبيعيه سواء كريمات من غير درايه اللي تتكون حرقه، خاصها تمشي عند طبيب يعطيها شي حاجه اللي تهدل ليها يعني الحروق. اما تنهضر لكم على البقع يعني الطبايع اللي تيبقاو في البشره. المهم هادشي انا كنت موعدكم به شحال هذا في باننا غنوريكم واحد الوصفه فعاله. المهم اول حاجه بالنسبه للبنات اللي غادي يبغيو يديروا هذه الوصفه باش تعطينا فعاليه اكثر، من الاحسن يعني لما كناش دايرين واحد التقشير للبشره ندير واحد التقشير على حسب كل نوع من البشره. فانا سبق وشاركت معكم فيديوهات بس غير شو تتخلط لي العرارم، غير شوفوا هنايا في القناه غادي تلقاو بزاف ديال الفيديوهات موريك يعني وريتكم بزاف ديال الانواع ديال لي بيلينغ ديال التقشير المقشرات الطبيعيه، وريتكم بزاف واحد تحضروه في البيت يبقى ديما جاهز، واحد بالقهوه وريتكم التقشير المقشرات اللي تندير فيهم انا الملح الوردي، وريتكم بزاف ديال المقشرات اللي كنستعمل. المهم بالنسبه ليا انا اليوم ما غاديش ندير المقشر لحقاش غير 3 ايام هادي باش درت مقشر ديال القهوه، ما غاديش نحتاج نعاود ندير بيلينغ اخر لانه البشره ديالي ما محتاجاش وكذلك فيها واحد شويه ديال الجفاف، فلهذا غادي نكتفي المهم اكتفيت لحقاش انا ديجا غسلت وجهي قبيله، استعملت فقط غير هاد المهم راكم سبقوا شفتوها في الفيديوهات هاد الفرشات غنقولها ثاني مكنسه، استعملت هاد الفرشات مع هاد الحليب هذا ديال التنظيف من هاد الماركه هذه ديال الفيردي اللي في المهم هذه سواء هذه المهم على حسب. بالنسبه لهذه واحد بحال الحليب دايره بحال الكريم، بما ان البشره ديالي كيف ما قلت لكم من هنا كاين واحد شويه ديال الجفاف في الخدود، فلهذا ما بغيتش نستعمل شي جيل اللي غادي يزيد ينشف ليا البشره. صافي من بعد مسحت وجهي بتونر، المهم انا كنصحكم بالتونر هذا ديال فيليدا اللي كيعادل لينا الحمض القاعدي ديال البشره ديالنا اللي هو البي اكا، يعني يعادلوا لينا ما يبقاش لا حامض يعني ما يبقاش صاوى ما يبقاش حامض وما يكونش طالع اكثر من القياس. المهم دائما كنصحكم بعد اي غسيل سواء بالماء والصابون ولا بماء وجل ولا نديروا يعني شي بيلينغ حتى هو ممكن نستعملوه من موراه، لا عرفنا بان ما نظفناش البشره ديالنا مزيان من شي مقشر، ندوزوا واحد القطن في واحد شويه ديال هذا التونر يعني على حسب نتوما الماركه اللي تستعملوا. المهم انا كنصحكم بهاد فيليدا هذا، كاين بزاف ديال الانواع. المهم انا حاليا كنستعمل هذا ودوك الاخرين ديال الماركه باليا اللي راكم سبق وشفتوها في الفيديوهات الثانيه على باش غندوزوا الوصفه. المكونات ديالها بالنسبه للبنات يقولوا لي ديما مكونات صعيبه ما كنلقاوهاش بسهوله، هذه المكونات اللي غتشوفوا معايا اليوم فهي سهله وكتعطينا فعاليه. علاش؟ اصلا احنا باغينهم للبقع الداكنه، وباش غادي نعالجوا البقع الداكنه خاصنا شي حاجه تكون شويه حامضه يعني شي حاجه اللي تكون فيها احماض اللي غادي تساعدنا وتكون الوصفه يعني تكون في الوجه تكون موضوعه على البشره كتعمل لنا واحد التقشير غير مباشر، يعني وهي محطوطه على الوجه كتعملنا واحد التقشير كتفتح لنا اللون ديال البشره على حسب المهم المكونات اللي غادي تشوفوا معايا. المهم انا خديت هذا الخلاط هذا فين غندير كل شيء. بالنسبه للوصفه غادي نحتاجوا فيها العنب، العنب الابيض يكون من الاحسن قد ما كانت الحموضه ديالو يكون حامض قد ما من الاحسن يعطينا فعاليه اكثر،
كما نعرفوا غني بمضادات الاكسده ومن اربع المطهرات للبشره اللي كيساعدنا باش يفتح لنا نور البشره اللون ديال البشره وكيعطينا كذلك واحد كيف ما قلت لكم الايفيكت ديال التقشير هو في المكان ديالو. فهذا نفس هذا احنا ياخذينا الماده الطبيعيه ديالو. فهذا نفس الشيء اللي تتلقاو مثلا في دوك سميتهم مهم سميتهم هنايا على حسب داكشي حنا اللي كنديروا في الخدمه فروش اللي فروش صغيرين اللي هما اسبق يمكن تهضرت عليهم شي فيديو سابق تيكونوا حامل تيكون مركز كتحطيه على الوجه وتيدير لك واحد التقشير تحرق في الوجه من بعد كيتستعمل من مورا واحد البرودوي اخر. فحنايا غادي نديروا هادشي كله طبيعي ما عندوش اضرار ما عندوش لحقاش هاد الماده اللي قلت لكم ماشي اي بشره كتحملها هاد الماده الكيماويه اللي تيستعملوا في الصالونات. فحنايا غادي نديروا تقريبا بحالها وغتعطينا ايفيكت كذلك مزيان غير هي كتحتاج يعني المداومه والصبر ونديروها يعني بانتظام ماشي زعما نديروها مره واحده ويكونوا فينا عده بقع في الوجه وننتظروا ان غتعطينا نتيجه من الاسبوع الاول. يعني نحاولوا نديروا هذه الوصفه هذه واحد ثلاثه المرات في الاسبوع بانتظام وان شاء الله غتعطينا نتيجه. المهم غادي نوريكم اولا المكونات. قلت لكم العنب قد ما كان الحموضه ديال العنب عاليه قد ما يعطينا فعاليه اكثر. غادي ندير طبعا غسلته ماشي درته بالغسيل. غادي ندير بعض حبات العنب بحال هكا وغادي ندير الليمون وحنا عارفين الليمون والفوائد ديالو في تفتيح لون البشره. غير الا درتو دابا مثلا هاد الوصفه وحاليا كاينه الشمس حاره ديروها بالمساء من الاحسن. والغد ليه ما تنساوش ديروا دائما الواقي الشمسي. غادي ندير شويه من عصير ديال الحامض غادي نوريكم هنايا كيفاش يعني ماشي شي كميه كبيره. المهم كيف ما كتشوفوا تقريبا واحد الملعقه كبيره مليئه بعصير الليمون. وبعد ذلك غادي نزيدوا عليه بيضه كامله وهذا الشيء كله غادي نطربوه في الطراب الكهربائي. ما تخافوش راه ما غتبقاش لينا ريحه البيض من بعد ملي غادي نزيدوا المكونات الاخرى الا زدت المهم الحامض والعنب ولا زدنا واحد من بعد ملي غنخلطوا المكونات زدنا بعض القطرات من الزيوت الاساسيه على حسب الاحتياجات ديال البشره. مثلا البشره ديالها دهنيه وكتعاني كذلك من حبوب من افراز الدهنيه بكثره ممكن تضيف بعض القطرات من الزيت الاساسي ديال الحامض او الزيت الاساسي ديال شجره الشاي او الزيت الاساسي ديال الافندر او الخزامه غادي يتغلبنا على الرائحه ديال البيض يعني ما غتكونش رائحه قويه. غادي نطحن هذه المكونات كلها وغادي نوريكم اشنا هما المكونات اللي غنضيفوا عليها باش نحصلوا على واحد الماسك كومباكت يعني غنحصلوا على واحد الوصفه كريميك اللي غادي نحطوا على الوجه ولا بغيتوا كذلك العمق الا كان فيه شي سواد. نتشوفوا بعد قليل. من بعد ما طحنت المكونات كيف ما كتشوفوا المهم هذا العنب اللي عندي العنب اللي عندي اصلا ما فيش النواه ما فيش العظم. مهم خاص كلشي تطحن الا كان من النوع ديال العنب اللي فيه الكرن من الاحسن يعني كلشي تطحن ما يبقاش حتى الفوائد اللي في العظام ديال العنب حتى هما نستافدوا منهم في هذه الوصفه. المهم نطحنوا كلشي حتى نحصلوا على واحد الخليط متجانس. من بعد غادي ناخذوا هذه الكميه اللي غادي تكفاني وغادي نضيفوا عليه ملعقه من عسل النحل الطبيعي. ودابا كيف ما كتشوفوا انه هو جاري هذا الماسك هذا جاري فهو لا كتعرفوا واحد المهم ننتقل لكم من موضوع الى اخر. لا كتعرفوا واحد الماركه اسميتها لاش راه عندهم بحال هذا الماسك تقريبا في المكونات غير هو كيتباع يعني جاهز فراه تقريبا نفس المكونات في كذلك الاحماض ديال العنب والحامض والعسل الحر وهما دايرين الطين الابيض. فانا ما غاديش ندير الطين الابيض غادي ندير الدقيق ديال الحمص لانه اكثر فعاليه في التبييض يعني في تفتيح لون البشره من الطين الابيض. الطين الابيض كذلك عنده فوائد رائعه يعني للبشره كترطيب تجديد الخلايا وبزاف ديال الحوايج. لكن في هذه الوصفه هذه بغيت نضيف دقيق الحمص لانه اكثر فعاليه كما قلت لكم يعني في تفتيح لون البشره واللي كيعالج لنا كذلك البقع كيفتح لنا البقع. المهم غادي نضيف دقيق الحمص حتى ونخلط حتى نحصل على واحد يعني واحد المزيج يكون مخلط يعني بحال كريم ما يكونش خاطر بزاف وما يكونش جاري. المهم كيف ما كتشوفوا معايا الوصفه كتكون بحال هكا. المهم طبعا تيكون كلشي مطحون كنحصلوا على هذه الوصفه ما تيبقاوش فيها حبيبات ديال الحمص تتكون سهله علينا في التطبيق.
المهم كيف ما شفتوا معايا راه كل شيء ساهل وكل شيء متوفر عندنا، يعني ما كاينش شي مكون اللي غريب ولا شي مكون اللي صعيب باش غادي نلقاوه. غادي نطبقها على الوجه وكما قلتها وغادي نعاودها نقولها، البشره دائما تكون نظيفه، ولا كانت اكثر من اسبوع ما عاملين شي مقشر ما دايرينش واحد التقشير نديروه عاده باش نطبقوا الوصفه باش يعطينا فعاليه اكثر. المهم غادي نبدا دابا نطبق ندير الوصفه على وجهي، وغادي نتسنى عليها واحد المده ديال 20 حتى 25 دقيقه، ومن بعد نتلاقاو باش نشوفوا يعني الكماله. بالنسبه للبنات اللي تيسولوني على الكريمات غنوريكم الكريم الجديد اللي وليت كنستعمل لوجهي. طبعا ما تنساوش كيف ما قلت لكم البنات اللي تيعانيو كذلك من اسمرار في العنق، فديروها على العنق الا كنتو غادي تدخلوا كذلك تستحموا. ما تنساوش حتى هاد البلايص هادو ديال العنق، اي بنت كتعاني من هاد الاسمرار هنايا عند هاد المنطقه داكنه دهنوها كذلك على هاد البلاصه ديال الرقبه كلها. المهم الغزالات ديالي من بعد ما مرات واحد 20 دقيقه غسلت وجهي بشويه بشويه، استعنت بواحد الاسفنجه اللي مهمة ما جبتهاش معايا بقات لي بقات في الحمام. بشويه بشويه نحاولوا بشويه بشويه، لحقاش دقيق الحمص كيلبس على الوجه كتهبس لينا الوصفه بسرعه بعد الخمس دقائق الاولى كتيبس لينا الوصفه. نظرا قلت لكم الدقيق ديال الحمص، ولا بغينا نتفاداو هذه المرحله هذه ان هذا يعني هذا الشيء هذا ان تيبس لينا الوصفه بواحد الطريقه وحشيه يعني تولي كارمه. اشنو نقدروا نديروا؟ نقدروا يعني نستعينوا باوراق هذا بالنسبه لهادو، هادو ديال المطبخ، ولكن الا عندكم دوك المناديل الرقيقه ديال كلينكس دوك الرقاق اللي تنستعملوا في تنظيف الانف يعني المناديل، ناخذهم ونحاولوا نديروا بهم بحال واحد الغلاف على الوجه على هذه الطريقه. وكذلك ممكن نديرهم كذلك فوق العينين غير نخليو منين نتنفسوا، وناخذوا شي رشاش يكون فيه الماء ولا ماء الورد من الاحسن، ونرشوا نبللوهم بالماء يعني نبللوهم واحد شويه باش تبقى لنا الوصفه يعني فازقه واحد شويه مبلله، باش يكون علينا ساهل كذلك النزع ديالها او الغسيل ديالها من بعد. وكذلك واحد الحاجه اخرى بغيت ننصحكم بها بالنسبه لاحسن حاجه باش نظفوا البشره، مهم هاد المناديل هادو ديال التنظيف اللي تستعملوا للتنظيف ديال المطبخ ولا تيكون، ولكن طبعا ما غنكونوش حنايا استعملناهم من قبل التنظيف ديال المطبخ او الحمامات او شيء كهذا. طبعا هادشي راه واضح بلا ما نقول بلا ما تصارع اكرام بلا ما تبسالي. المهم هاد المناديل هادو تاخذوهم تغسلوهم على 40 ولا 60 درجه، نعقموهم مزيان ونخليهم في الحمام فقط لتنظيف الوجه لانهم تينظفوا مزيان. وبما ان هذا التكوين ديال هاد الستوف هذه يعني هاد النوع من الثوب ديال الميكروفازا تيكون يعني من اروع ما يكون باش يعني يمسح لينا البشره جيدا وتيجففها مزيان من داك الماء اللي تيبقى فيها، وتيحيد لينا كذلك واحد داك بحال الا كانوا مثلا قشور ولا شي حاجه كتزول ملي كنمسحوا الوجه بهاد المناديل. المهم بغيت نوريكم دابا غير الباك ديالهم بحال هكا تيكونوا، يعني طبعا انا الماركه ما عندي بها غرض، بغيت غير نوري لكم الطريقه هادو تيتبعوا للتنظيف ديال المطبخ. نتوما شدوهم غسلوهم مزيان وعقموهم كيف ما قلت لكم، وخليهم في الحمام فقط للاستعمال يعني للبشره. وطبعا ملي نستعملوا واحد في اليوم نستعملوا واحد فقط وما نعاودوش نستعملوا الغد ليه. المهم انا دابا شنو غادي ندير؟ غادي نمسح وجهي بواحد شويه ديال التونر كيف ما تنقول لكم دائما. المهم التونر غنمسح وجهي وغادي نرطبو بالكريم اللي غنوريكم دابا. بالنسبه للبنات اللي تيسولوني دائما على الكريمات اللي كنستعمل، المهم غادي نمسح بحال هكا. ودابا غادي ندوز للترطيب اللي كذلك مرحله مهمه جدا، يعني ما نديروش وصفات طبيعيه ولا نديرو وصفات في البيت كما بغا يكونوا ونساو المرحله المهمه اللي هو الترطيب. يعني البشره غنطول عليكم اليوم الفيديو، البشره لما كانتش عندها يعني الترطيب يعني من الاعماق تكون رطبه، طبعا الترطيب حتى الداخلي بشرب كميات كثيره من السوائل بالخصوص الماء،
تتكون معرضه اكثر للجفاف، معرضه اكثر تتكون فيها التجاعيد بسهوله وبسرعه، وبالخصوص منطقه حول العينين ومنطقه هنايا فوق الشارب، يعني كاع البلايص الرقاق اللي تيكون فيهم جلد رقيق تيبانوا فيهم التجاعيد في سن مبكره من تيكون ناقص ترطيب. فلهذا كنلاحظوا انه اللي البشره ديالو تكون دهنيه بافراط، مثلا البنات اللي تكون البشره ديالهم فعلا دهنيه تيكونوا اقل عرضه من البنات اللي عندهم البشره جافه التجاعيد، يعني اللي تكون بشرتها دهنيه كتبقى فيها الإلاستيتيت تبقى فيها يعني يعني تكون مطاطة أكثر، الإلاستيتيت ما بغاش تخرج ليا تكون مطاطة أكثر، بما أن يعني فيها واحد الكمية ديال الدهون اللي كتخلي أن البشرة يعني ما كتكونش فيها تجاعيد بسهولة، عكس ذلك على البشرة تكون جافة. فاحنا الترطيب محتاجينه سواء البشرة جافة أو دهنية، ترطيب حاجة مهمة جدا. فأنا غادي نستعمل لتحت العينين هذا الكريم، هذا ديال فيليدا، المهم ديال لافيرا، سمحوا لي ديال لافيرا هذا الكريم هذا. المهم راه ديما تشوفوا كنستعمل يعني تقريبا نفس الماركات. وبالنسبة للكريم هذا ديال فيليدا فما بقاش كنستعمل داك الغوز، بدلت قلت علاش لا ما نجربش هذا المارك، هذا السيريه، هذه السلسله ديال ايريس من عوض هذيك فيل دروز اللي كنت كنستعمل قبل. فهاد السلسله هذه بالنسبه للبشره اللي تتكون نورمال واللي تتكون تروكن، يعني تتكون جافه العاديه الى البشره الجافه، وكاينه كذلك الدهنيه والبشره المختلطه. فانتم دائما قراو هنايا لتحت بالنسبه للبنات اللي ساكنين هنا في المانيا وكيسولوني دائما على اشمن كريم في الكريمات ديال هذه الماركه هذه ناخذ. فكنقول لكم دائما راه كل سيري ديال الكريمات عندهم كل شيء مكتوب لتحت، وهذيك السارية اللي مصنوعه من فيها المركز فيها الرمان فهذيك خاصه بالبشره اللي تكون يعني بادين فيها التجاعيد، يعني للحمايه اكثر واكثر من التجاعيد. المهم غادي نرطب وجهي بهذا الكريم وتحت عيني بهذا الكريم هذا. المهم بلا ما نوريكم كيفاش غنرطب وجهي ونزيد نطول الفيديو اكثر من هكا، تهلاو ليا في راسكم بزاف بزاف وراكم عزاز وديما في القلب، وكنتمنى ما بقاش نغبر عليكم ونكمل ان شاء الله الامتحانات وكل شيء نكون اكثر حضور وتشوفوني اكثر واكثر فيديوهات متنوعه. والمهم هادشي اللي بغيت نقول لكم، واحد البوسه كبيره ونتشوفوا ان شاء الله في الفيديو الجاي. باي باي عليكم.